فريق اتحاد تتاوين. البداية كانت بانتصار ومن ثم بتعادل، والأولمبي الباجي تعادل وهزيمة في المرة الأولى. ثلاثة تغييرات مقارنة بالمباراة الماضية في حراسة المرمى في ملعب الخطاب نجيب. الهجمة من البداية على اليمين عن طريق أحمد العمري أرضية، ولكن الدفاع من البدايات هذه المواجهة والهدف ثلاثة نقاط. كرة على اليمين، انطلاقة، الخروج موفق والرايح في مرة أولى من جانب موجود. للصدفة أنه آخر هدف الاتحاد تطاوين. ترجع كرة مجددا باجية عن طريق عبدولاي للتصدي، ولكن الدفاع الكرة الى الامام غسان محرز الى فابيان واللي لمسة، ولكن الدفاع وبالراس من نصيب من احمد الحاضر بالراس في الكرة الماضية. كرة سريعة في الانطلاقة في هذه الاثناء، ولكن الدفاع حاضر وموجود في الكرة. ستنفذ في الكرة الماضية الرحماني عرضية دياو في المتابعة، وفابيان يعود إلى الخلف من الدور الستاشر في ملعب بوجمع الكميدي. الكرة بالأمام، تسديد وكرة إلى الأمام في هذه الأثناء، يستخلص كرة ثانية، الكرة في وسط الميدان عن طريق لامين با، الكرة في الأمام، تسديد والكرة على القائم في هذه الأثناء من خلال هذه المواجهة. ومن ثم الركنية الرقم واحد في انتظار عرضية وبالرأس في المتابعة، ولكن و19 العرضية وبالرأس، ولكن الدفاع في مرة أولى. فابيان عدى بالأول والثاني والثالث قريب، والمتابعة تسديدة في المرة الأخيرة، عدى فابيان المواصل على نفس الشكل. الكرة إلى الأمام في اتجاه ربيع، عرضية ولكن تصدي ومتابعة. ركنية الثانية قبل 10 دقائق، عرضية وفي الأخير من أجل الخروج عن الأمر المعتاد، العرضية ولكن جيد متميز إلى نادي وج السعودي. هذا أصدقائي السافرة يسري بولي تولين على نهاية 45 دقيقة أولى. بسم الله الرحمن الرحيم أصدقائي متابعينا عبر منصة ديوان سبور، الشوط الأول كنتم تابعتمونا وانت بنتيجة 0-0 بين اتحاد تطاوين وأولمبي الباجي، انت بنتيجة 0-0 بين الفريقين. في انتظار 45 دقيقة ثانية بنفس النتيجة. الكرة على اليمين، اول اللمسات، اسيست وتسديدة، ولكن العارضة في هذه الاثناء حاضرة وموجودة في الكرة الماضية. ضغط من لامين با، محاولة لاستغلال خطأ با، المالي يقترب با، مازال يواصل يحتفظ بالكرة، يريد إيجاد آليات الخروج في اتجاه الكرة في الأمام على اليسار، وهذه المرة يمين في اتجاه الحدوجي. كرة من جديد إلى فراس فاضي اللي دخل في دقائق الفترة الثانية، التسديدة من جانب أحمد، كرة متواصلة في الأمام عن طريق مالك شويخ، تسديد ولكن الكرة بعيد هذه المرة. في الدقائق القادمة الكرة فراس فاضي للمين با إلى المناطق الأمامية، الكرة في الأمام، تسديدة ولكن الكرة عدت المالي لامين با بمجاورة ناجح الفرجاني، عرضية والتألق من جانب، والكرة من جانب ياسين بابيد، لمسة على اليسار، تسديدة والكرة الشيحي يغادر أرضية أو مسين الشيحي اللاعب الرقم 9 زيكاي، يدخل في هذه الأثناء ويغادر أحمد العمري، ولكن قبل كل شيء العرضية كنترول، تسديدة ولكن غير كل التوقعات، تسديدة العنال للزياد، كرة على اليسار عرضية والرأسية غايبة، المحرسي عرضية ولكن الدفاع في أولى وفي ثانية. هايدون
إلى الخط الأمامي بهكذا عنوان عرضية في مرة أولى وثانية، لكن لمن الدفاع والهجوم؟ العرضية وبالرأس حاضري والمتابعة من جانب مالك. الشويخ يستلم مالك في هذه الأثناء، هل يكون باسم على كل؟ الشويخ يسدد الكرة ولكن بعيد، بين فريقين صفر لصفر. عرضية على القائمة الثانية ولكن سهل لحارس المرمى حمزة الغانمي. فرجاني ناجح لمين با من مالي، ولكن الدفاع في اتجاه زياد العنلي هل يعوض ما فات من اخطاء في اتجاه بن حامد؟ ولكن الدفاع نعم رائع متميز، الدفاع عن طريق شرف الدين عون. ستكون الامور كما بدت، الكرة تسديدة ولكن الكرة مجاورة بروح انتصارية من أجل جول. لعبيسي عرضية في المرة الأولى ولكن الحارس مشاركاته مع اتحاد تطاوين من السنغال حتى إلى تونس وإلى تطاوين في قلب الجنوب لمواصلة أدائه وليد. إلى فابيان ويلي، لمسة مفتاحية، كرة مش عادية، تسديدة وعلى القائم القائم ما تتواصل العنوان. لمسة في الأمام، ديوف سنغالي سدد الكرة لتختلف من نادي لآخر وضعية وتفاصيل هذه المواجهة. ضربة مخالفة في وسط الميدان صافرة يسري بولي وإنذار أصفر هو الخامس في المواجهة من نصيب الحدوش، وبالانذار الاصفر الاخير ينهي يسري بالي اوتار وتفاصيل هذه المواجهه بين اتحاد تطاوين الاولمبي البيجي. اصفار اصدقائي